اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في تغطيه خاصه جديده مع حضراتكم شروق وجدي. من ايام قليله فاتت انطلقت منافسات كاس العرب في ثوبها الجديد بمشاركه 16 منتخب للمره الاولى في تاريخ البطوله العريقه اللي تاسست سنه 1963، وبتشارك المنتخبات في البطوله في ظل غياب العديد من النجوم واللاعبين المحترفين في الدوريات الاوروبيه، الا في حاله استثنائيه زي منتخب تونس اللي قدر يستدعي لاعب واحد محترف في مانشستر يونايتد، في حين اكتفت باقي المنتخبات باللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات العربيه. هنرصد مع حضراتكم قائمة أغلى 10 لاعبين في البطولة العربية وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص بالأمور المادية في كرة القدم. بيتصدر القائمة أو قائمة أغلى 10 لاعبين في بطولة كأس العرب الجزائري ياسين إبراهيمي لاعب الريان القطري بقيمة تسويقية تصل ل 8 مليون جنيه استرليني. أما في المركز الثاني فاحتلها التونسي نعيم سليتي لاعب الاتفاق السعودي، واللي كان سبق لي اللعب والاحتراف في الملاعب الفرنسية قبل الانتقال للاتفاق في 2019، وساهم معهم ب 30 هدف خلال 61 لقاء، وبتوصل قيمته التسويقية ل 7.5 مليون جنيه استرليني. أما في المركز الثالث المهاجم الجزائري بغداد بنجاح لاعب السد القطري بقيمة تسويقية 6 مليون جنيه استرليني. وفي المركز الرابع يأتي النجم المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي بقيمة تسويقية 4 مليون جنيه استرليني. وبيحتل القطري أكرم عفيف لاعب السد المركز الخامس بالقائمة اللي بتوصل قيمته التسويقية فيها ل 3.7 مليون جنيه استرليني. وفي المركز السادس يأتي المهاجم الإماراتي علي مبخوت بقيمة تسويقية تبلغ 3.5 مليون جنيه استرليني. وتتساوى القيمة التسويقية لأصحاب المراكز السبعة والثامنة والتسعة بالقائمة، وهم القطري المعز علي والتونسي حنبل المجبري والمغربي سفيان رحيمي، واللي بتبلغ القيمة التسويقية لكل لاعب منهم 3 مليون جنيه استرليني. ويعتبر المعز علي أحد مهاجمي آسيا حاليا، وكان العنصر الأبرز في صفوف المنتخب القطري اللي حصدت كأس آسيا في 2019 وكان هداف البطولة برصيد 9 أهداف. أما التونسي حنبل المجبري اللي عمره 18 سنة بس فهو أصغر لاعبي هذه القائمة، بيلعب المجبري ضمن صفوف ناشئي نادي مانشستر يونايتد في مركز صانع الألعاب، وكان يعني بيمثل المنتخب الفرنسي في بطولات سابقة قبل كده قبل ما يرتدي القميص أو قميص المنتخب التونسي، وهو يعتبر اللاعب الوحيد اللي محترف في دوريات أوروبية في البطولة. أما في المركز التاسع سفيان رحيمي صاحب 25 سنة لاعب العين الإماراتي بقيمة تسويقية زي ما قلنا 3 مليون جنيه استرليني. وفي المركز العاشر والأخير لاعب منتخب تونس ياسين مرياح بقيمة تسويقية 2.8 مليون جنيه استرليني، بيلعب ياسين بصفوف نادي العين الإماراتي، وكان قد خاض رحلة احترافية بتركيا واليونان بعد أدائه المتميز في الصفاقسي التونسي، ويعد حاليا أحد أهم الركائز الأساسية على مستوى الخط الدفاعي بالنادي الإماراتي وبمنتخب تونس. بكده نكون وصلنا لنهاية هذه التغطية الخاصة من تلفزيون اليوم السابع، كنت مع حضراتكم شروق وجدي، وانتظرونا في تغطيات أخرى جديدة على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.